السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم مشاهدي قناة إلكترو فضل الله. أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام غادي نقوموا بمراجعة لهاتف نوت ديس برو. نوت ديس برو الوحش من شركة شاومي. إذا مشاهدينا الكرام تابعوا الفيديو كاملا باش تعرفوا المميزات والعيوب ديال هذا الهاتف وتعرفوا المعلومات الخاصة به. أول خطوة سوف نقوم بها وهي غادي نوريكم محتويات ديال العلبة. سوف نفتح العلبة ونوريكم ماذا يوجد بها. إذا مشاهدينا الكرام قبل ما نفتح العلبة نشكركم على مشاهدتكم للفيديو، وإذا كنتم أول مرة تشاهدون هذا الفيديو نرجو الاشتراك الآن في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب واتركوا لنا تعليقا في خانة التعليقات، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وشكرا لكم. إذا مشاهدينا الكرام كما تلاحظون لدينا هذه الرسومات. وهنا مشاهدينا الكرام كاين الإبرة أو الدبوس اللي كنفتحوا بها مكان الشريحة. هنا كاينين هاد الكتوبة اللي ما كنقراوهمش، وهنا بوشيط كوفر من نوع سيليكون. إذا مشاهدينا الكرام هذا هو الهاتف ريدمي نوت ديس برو. وهنا مشاهدينا الكرام كاين الكابل يو اس بي من نوع تيب سي كما تلاحظون. وهنا مشاهدينا الكرام كاين شارجور 33 واط ويدعم الشحن السريع. هذا ما كان في العلبة. كما كتلاحظوا شيومي ما كديرش ليزيكوتور. والآن مشاهدينا الكرام بعد ما شفتوا محتويات العلبة غادي نقوموا بتشغيل الهاتف. أما عن الديزاين مشاهدينا الكرام كما تلاحظون فهو يأتينا بلونين البرونزي والذهبي، وهنا كاميرا رباعية، ثم هنا زر التشغيل مدمج بزر البصمة، ثم أزرار الصوت، ثم هنا مشاهدينا الكرام منفذ الشاحن تيب سي، ثم هنا ميكرو، ثم هنا السماعات الخارجية عبارة عن ستيريو، ثم هنا منفذ السماعات. وكما كتشوفوا مشاهدينا الكرام الكاميرا تأتي بخلفية رباعية، الأولى 108 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل والثالثة 5 ميجا بكسل والرابعة 2 ميجا بكسل. والآن مشاهدينا الكرام سوف نترككم مع بعض الصور والفيديوهات التي التقطناها لتروا جودة الكاميرا.
كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام في الفيديو، فالألوان واضحة جدا. الكاميرا الأمامية تأتي ب16 ميجا بكسل. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، الهاتف كيجيب 128 جيجا، ويمكن لكم تضيفوا كارت ميموار حتى ل 512 في منفذ منفصل. ثم مشاهدينا الكرام، الهاتف يأتي ب 8 جيجا في الرام، مع ان المعالج مشاهدينا الكرام فيأتي 80 نواة سناب دراجون 732 جي، والجي كتعني مخصص للألعاب جيمر بتكنولوجيا 8 نانو. بالنسبة للشاشة مشاهدينا الكرام، تأتي من نوع أموليد بمساحة 6.67 إنش بجودة الفول اتش دي بدقة 2400 في 1080 بيكسل بمعدل 395 بيكسل لكل انش بتردد 120 هرتز. تدعم الشاشة ابعاد العرض بنسبة 20.9 لعرض محتوى اكبر على شاشة الهاتف، سواء اثناء مشاهدة الفيديوهات او اثناء لعب العاب. نظام التشغيل مشاهدينا الكرام، اندر وايد 11، البطارية مشاهدينا الكرام 5020 ملي أمبير. يأتي الهاتف مدعوم بمستشعر بصمة مدمج بزر الباور، كما يدعم خاصية الفيس أنلوك لفتح الهاتف عن طريق الوجه. يتوفر الهاتف مشاهدينا الكرام بأكثر من إصدار. الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. أما الإصدار الثاني مشاهدينا الكرام، فيأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. أما الإصدار الثالث مشاهدينا الكرام، وهو هذا الهاتف الذي بين أيدينا، يأتي ب 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. إذا مشاهدينا الكرام، أتمنى أنكم قد استفدتم معنا من هذا الفيديو، وشكرا لكم على مشاهدتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والله المستعان.